السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. تعال نكمل المشروع بتاعنا. السيرفر شغال أهو، وده الكود. تعالى وقفنا إن احنا خلاص بنقف في معرض كود البوست اللي موجودة، وكمان بنضغط على أي بوست بنروح للبيج بتاعه. تمام. طيب أنا دلوقتي عاوز أعمل إيه؟ عاوز إمكانية إن أضيف بوست. هل لو أنا عاوز أضيف بوست لازم كل مرة افتح الادمن بانل واضيف بوست؟ لا، انا عاوز امكانيه ما هي ان انا اضيف بوستات من على الموقع على طول، لان مش لازم كل مره اروح لادمن بانل. تخيل مثلا لو انا عندي لدو موقع مثلا بتاع جورنال مثلا الجمهوريه او اي جورنال بينزل، فانا عندي اديتورز، عندي ناس بتنشر على الموقع، فما ينفعش ادخلهم كلهم على الادمن بانل. فبعمل لهم انا امكانيه ان هو ما دام اديتور يقدر ان هو يضيف عادي مثلا، فعاوز هنا يبقى في امكانيه ان انا اقدر اضيف. عاوز اعمل ايه؟ عاوز لما اروح لليو ار ال سلاش كرييت يروح يضيف لي بوست جديد. طيب تعال نفكر فيه. اول حاجه خالص انا فكرت فيها كانت ايه؟ كانت اليو ار ال. قلت لما عاوز اروح سلاش كرييت، اليو ار ال ده اكيد مرتبط بفيو. الفيو دي انا عشان تضيف لازم تتعامل مع الموديل، بس عشان تتعامل مع الموديل، الموديل ده عشان يضيف بيبقى من الادمن بانل بس. مش فاهم انا دلوقتي، مش انا كريت هنا مودلز؟ المودلز دي موجوده في الادمن بانل. طب انا عاوز اضيف فيها لازم اضيف من الادمن. طب انا دلوقتي عاوز اضيف من الموقع. اقول لك عشان تضيف من الموقع لازم تتعامل مع الفورم، يبقى لازم انا اضيف فورم والفورم تتعامل مع الموديل. يبقى انا دلوقتي عندي يو ار ال، اليو ار ال ده مربوط بالفيو، الفيو مربوطه بالفورم، طب الفورم مربوطه بالموديل، يبقى الفورم كانها كده حاجه بينه وبين الموديل عشان تمكنني اضيف من السايت. طب هنبدا ازاي؟ اقوم جاي هنا على الاب بتاع البوست واعمل كليك يمين نيو فايل، وهم راح مسميه forms.py. دايما في بعض الاسماء اللي سماها زمان، يعني ملف forms.py اسمه forms.py، ملف folder templates اسمه templates. اعمل from django import، اعمل له import للforms. django اصلا اعطي لك بعض الامكانيات اللي انت ممكن تستخدمها، زي مثلا المودلز احنا عملنا import للمودلز واستخدمنا الحاجات اللي جوه، فالforms كذلك. مش احنا قلنا الفورم دي هتبقى بوابه بيني وما بين الفيو والموديل؟ يبقى الفورم لازم تتعامل مع ايه؟ مع الفيو والموديل. يبقى لازم انا اعمل فروم دوت مودلز امبورت البوست، اعمل له امبورت للبوست اللي موجود للمودلز اللي انا عامله. تمام، كويس قوي. عشان اكريت فورم في اكتر في طرق كتير، بس السؤال دلوقتي الفورم دي معتمد على ايه؟ هل هي فورم مش معتمد على حاجه زي ما مثلا لو انا بعمل كونتاكت فورم، ولا هي فورم معتمد اصلا على موديل؟ يعني مش في هنا موديل اسمه بوست في كل معلومات البوست، انا عاوز اضيف فورم تمكنني ان اضيف في البوست ده، يبقى هو ليه موديل جاهز. اقوم قايل كلاس، اقوم قايل بوست فورم عشان ابقى عارفها، وبعد كده هتورث من ايه؟ هتورث من فورمز دوت موديل، وركز في الحته دي، موديل فورم. يعني ايه موديل فورم؟ يعني فورم بس لها موديل موجود اللي هو بتاع البوست. تمام، وبعد كده اقوم قايل كلاس متى، وبعد كده الفورم ده هتتعامل مع ايه؟ هتعامل مع الموديل. الموديل ده اسمه ايه؟ اسمه بوست. اقوم قايل انا، اقوم قايل اللي هو الموديل هتساوي البوست اللي انا عامل له امبورت. بس كده؟ بس كده. بس سؤال، هل انت محتاج كل الفيلدز اللي موجوده في الموديل دي، ولا انت محتاج ايه؟ اقول لك انا محتاج بس التايتل والكونتنت والايمج. خلاص، تعالى اقول ان هو فيلدز، ايه الفيلدز اللي انت محتاجها؟ اقوم قايل له ان هو التايتل والكونتنت والايمج. بس كده؟ بس انت دلوقتي كريت فورم، الفورم اهي ومتصله هي بالموديل. انا دلوقتي بقى عايز اعمل ايه؟ عاوز اربطها عندي بالفيو. طيب قبل ما نبدا لازم الاول نعمل لها ايه؟ نعمل لها يور ال. فهقوم واخد اليور ال ده كده كوبي وانزل تحت واقوم ضايفه. تمام، وبعدين انا عاوز اروح، لما اروح سلاش كرييت روح نعمل الفيو اسمها كرييت بوست، بعد كده ناخد الاسم ده ويبقى الاسم بتاع الفيو. حلو. طب هل انا عندي ميثود اسمها كرييت بوست؟ اقول لك لا. تعال نروح بقى في الفيو، ننزل تحت هنا وتعالى هنا نكرييت ديف كرييت بوست، بتاخد مني الريكوست بس.
سيف اهو تمام. طب احنا دلوقتي على الغاز عملنا اليو ار ال اللي هيمكنني ان انا كاريت، حلو، عملنا الفورم اللي هتمكنني ان انا كاريت اللي هي بتتعامل مع المودل. هنا في الفيو بقى اجمع كل حاجه، مش انا ربطت الفيو دي باليو ار ال، اه محتاج اربطها بالفورم. قوم قايل اهو فروم دوت فورمز امبورت بوست فورم، اعمل لي امبورت للفورم بتاعتي. حلو كده، حلو. تعال ننزل تحت، ده الكرييت بوست اهو، عاوز ان انا ابدا اكريت بوست. حلو، حلو. عاوز اعمل اول حاجه، مش انا دلوقتي عندي فورم اللي هي الفورم اللي بتبقى موجوده في اتش تي ام ال، الفورم بتاعت الفورم دي ليها بعض الحاجات اللي لازم اخد بالي منها. ايه الفورم لما بتبقى موجوده لها حاجه اسمها بوست. يعني ايه بوست؟ يعني انت لما بتضغط عليها، تعال كده نشوف شكل فورم عشان الموضوع بس ايه يظبط ليك شويه. مثلا تعال نشوف شكل الكومنتس، هنا تعتبر فورم برضو او السيرش، مش انا مثلا هكتب هنا في السيرش جانجو واضغط بحث؟ اه الفورم دي اللي هي بتاع البحث دي فيها حاجه اسمها بوست. تعالى كده لو عملنا انسبكت، لها ميثود اسمها بوست. بص كده الفورم اهي، وزارة. طيب الفورم دي لها ميثود اسمها بوست. البوست دي معناها انها تاخد الداتا اللي موجوده دي تشفرها وتبعتها. حلو، فانا عاوز اشوف ايه؟ عاوز اشوف الفورم دي الميثود بتاعتها بوست ولا لا. لو هي بوست هاخد الداتا دي اسيفها، طب لو هي مش بوست هسيبها زي ما هي. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هم اي اف لو الريكوست، الريكوست اللي جاي لي فوق هنا بين القوسين دوت ميثود، الميثود بتاعته ساوت بوست، خد بالك لازم كلها كابيتال. ايه لو هي ساوت بوست يبقى انا عارف ان في بوست، هم قايل الفورم بتاعتي هتساوي البوست فورم، وتاخد هنا بين قوسين الريكوست دوت بوست، دي برضو كابيتال عشان بس ما نغلطش كده. ايوه كده تمام. يبقى انا هروح اشوف لو المسج اللي جاي لبوست، يعني اليوزر ضغط يسيف البوست بتاعي، يعني انا دلوقتي هيبقى عنده فورم زي دي فيها التايتل وفيها البادي بتاع البوست وفيها كل حاجه، اول ما يضغط سيف للبوست هيعمل ايه؟ يعني هيسيف البوست بتاعه، فيبعت ريكويست اللي هو ده. فعاوز اشوف لو انا لقيت المسج اللي جايه اللي هي دي، اقوم رايح انا باخد الفورم دي اسيفها بالمعلومات اللي جواه. حلو؟ حلو. طب لو هو مش كده، لو هو مش بوست عادي اعرض له الفورم بس، الفورم هتساوي بوست فورم بس كده. اه بس كده. طب تعالى كده تعالى بقى نكتب له الكونتكست اللي عندي، اللي هو فورم، هي الفورم بس. وبعدين تعالى نعمل بقى ريتيرن الرندر، تاخد من الريكوست زي ما احنا متعودين، تاخد من ملف ال HTML اللي اسمه create ال HTML، وتاخد من الكونتكست سيفنا. وتعالى هنا عايز اروح من هنا اقوم قايل سلاش كريت زي ما انا قوم ضغط انتر، نيم بوست فورم از نوت ديفايند، في مشكله مش عارف يعني ايه بوست فورم. تعالى كده لحظه، عملنا له امبورت فوق. اه دي بوست فورم، تمام. نعمل ريفرش، يقول لك ايه؟ مفيش صفحه اسمها كريت اتش تي ام ال. طب تعالى تعالى نكريت الصفحه دي في البوست اب بتاعنا، كليك يمين نيو فايل ونسميه كريت اتش تي ام ال. طيب الفورم دي مدام ديجانجو هو اللي عاملها لك في ملف فورمز دوت بي واي، فانت مش محتاج تحط لها معلومات. يعني ايه؟ يعني بس تعالى اعمل كده فورم كده كده، ده الكود اللي انت شايفه ده اوتو كومبليت، فانا طبعا همسح اغلبه، يعني انا هسيب بس الحاجات اللي احنا نحتاجها وخلاص، اللي هم دول. عندي تاج اسمه فورم،
وجوه بطن اسمه ايه؟ سبنت. تمام. وبعد كده قوم عامل قوم حاطط اتنين اللي هو قوس المجموعة ده ايه الفورم. الفورم ده اللي هو اسم الكونتكست اللي احنا مبصينه هنا اللي هو ده. اللي هو ده فورم. واروح هنا اضغط انتر هلاقي لوحده جايب لي مكان تايتل وكونتنت ومكان اعمل صوره واكتب سبمت. تمام. تعالى كده على السبمت ده ونسميه سيف بوست. سيف البوست ده اول حاجه خالص. تمام. طيب الاشكال اللي هنا دي اللي هو جاب لي هنا مكان صغير اكتب فيه وجاب لي مكان كبير اكتب فيه الحاجات دي جابها منين؟ اقول لك جابها من الفورم التايتل والكونتنت والايمج. راح للموديل لان التايتل دي كار فيلد فراح ضافها، راح انا دي تكست فيلد فضافها وهكذا. تمام كويس. طب تعال روح للفيو انا بقول له لو الريكوستد موست بتساوي بوست طب المكان ده فين؟ هقول لك هنا في الكرييت المفروض ان هو في الفورم حاجه اسمها ميثود وبتساوي بوست جيت بوست. تمام كويس لحد كده. تمام. يبقى انا دلوقتي لو الفورم اللي جات لي دي الميثود بتاعتها بوست هروح ايه؟ هروح اخد الفورم بالميثود اللي جاي فيها وبعد كده اعمل ايه؟ اروح اعمل لها سيف. يبقى دلوقتي اروح اعمل لها ايه؟ سيف. اعمل فورم دوت سيف. بس سؤال دلوقتي هي الفورم دي مش ممكن تكون ناقصه معلومات؟ يعني ممكن مثلا ما اكتبش التايتل واكتب ده والصوره واضغط سيف هتقول لي اه فعلا وقتها يحصل مشكله. طب انا عاوز اتاكد ان الفورم صحيحه. يقوم قال لك جانجو عامل لك مسج جاز ومال اف لو الفورم دوت از فاليد. لو الفورم بتاعتك فاليد يعني ايه فاليد؟ يعني المعلومات اللي فيها صحيحه. طب المعلومات اللي فيها لو صحيحه روح اعمل فورم ودوت سيف. روح سيف الفورم بس كده. بس كده. طب تعالى هنا نرفرش ونكتب هنا تايتل مثلا تيست 3 ونكتب هنا مثلا ثانكس ونرفع اي صورة سيف بوست. في مشكلة بقول لك فوربيدن ايه؟ بقول لك سي اس ار اف فاليديشن فيلد. بقول لك سي اس ار اف توكن ميسنج اور انكوركت. يعني في حاجة ناقصة اسمها سي اس ار اف ودي ثغرة موجودة ديجانجو لوحده بيقفلها عن طريق ايه؟ عن طريق التاج ده سي اس ار اف كده سي اس ار اف توكن. طبعا الاوتو كومبليت اللي موجوده في اتوم عشان انا مسطب له اضافات وكده خاصه بجنجو. فنروح هنا نرفرش اعمل كونتينيو. طيب نرفرش خالص. تعال نضيف كده البوست تيست ونضيف هنا ثانكس ونرفع اي صوره سيف بوست this field is required اللي هو ايه؟ برضه مش راضي يسيف. طب تعالى هنا كده ونشوف هل في حاجه اتضافت؟ مفيش حاجه اتضافت. نرجع تاني مادام مفيش حاجه راضيه تسيف يبقى في ايرور. طب تعالى كده نرجع نراجع الكود بتاعنا. المفروض دلوقتي كل حاجه صح. طيب تعال نبص على الفورم. تمام. تعال نجرب كمان مرة. في ايرور ظهر بس مش عارفين ال this field is required ده على ايه فيه بس تقريبا الصورة. تمام. نرجع تاني هنا. طيب تعالى اجرب حاجة كده بسيطة. تعالى نشيل الايمج وتعالى هنا ريفرش. نعمل سيف. ايوه كده بدا يظهر. اول حاجه بقول لك نوت نال كونسترين فيلد. يعني في عندك فيلد في الموديل ما بيقبلش النال اللي هو اسمه البوست كريتد. تعال نروح للمودلز
عندي فعلا كرييتد ما بيقبلش النل وملوش قيمه ديفولت. انا قايلين له الديفولت هتساوي تايم زون دوت ناو نيم تايم زون از نوت ديفايند. ودلوقتي او ممكن نعملها حاجه اسهل ديت تايم دوت ديت تايم دوت ناو نعمل من هنا امبورت ديت تايم. شوف دلوقتي انا كنت رايح استخدم التايم زون فما كنتش فاكر بتعمل لها امبورت منين، فعشان كده استخدمت الديت تايم. عشان دي مكتبه عادي تعمل امبورت دوت تايم، لقيت جانجو لوحده ظاهر لك بيقول لك ان انت لو عاوز تحط ديفولت فاليو ممكن تستخدم جانجو دوت يوتيلز دوت ديت تايم جانجو دوت يوتيلز تايم زون دوت ناو. فاحنا ممكن دلوقتي هم عاملين اهو امبورت Django دوت يوتيلز دوت تايم زون ونقوم جايين اهو نقوم قايلين تايم زون دوت ناو. لحظة from Django دوت يوتيلز onboard تايم زون بس تمام. يبقى دلوقتي التاريخ اللي هو بتاع الكرييتد هياخد قيمه ديفولت اللي هي ايه؟ اللي هو الوقت الحالي. طب انا عدلت دلوقتي فين؟ في الموديل. قلنا لما تعدل في الموديل لازم تعمل ميك ميجريشن وميجريت. انا عاملين اهو بايثون مانج ديبلوي ميك مايجريشنز قال لك اهو التر فيلد كرييتد اون بوست خلاص عمل التر للفيلد اللي هو اللي احنا عملناه وبعد كده هم عاملين له مايجريت كده خلاص عدى. نعمل كده رن سيرفر. بعد كده لو انت رحت دلوقتي على الادمن اصلا هنعمل لوجن هتلاقي ان لما بتاجي تكريت بوست شوف لوحده واخد قيمه الديفولت بتاعه دلوقتي. زمان كنا الاول كنا احنا لازم نضغط توداي وناو لكن دلوقتي بقى بياخدها لوحده لانه دي كومه ضيفل. ده اول اير خالص. تعالى نضغط انتر وتعالى نجرب نضيف تاني. بقول لك نوت نال كونسترين فيلد بوست دوت يوزر اي دي. عشان انت دلوقتي وانت بتعمل البوست عامل يوزر اهو يعني في علاقه في ريليشن ما بين الجدولين. اه طب انت دلوقتي لما جيت تسيف ما قلتش ان انت فين اليوزر اللي انت هتسيفه. فاحنا لازم نعرفه اليوزر. عشان نعرف اليوزر نعمل ايه؟ نقول له لو الفورم دي فاليد نقوم قايلين ان نيو فورم هتساوي الفورم بتاعتي دوت سيف وبعد كده نخليه ما يسيفش نقول له الكومت بتساوي فولس يعني ما تروحش تاكد المعلومات دي على الداتا بيس. تمام. وبعد كده نقوم قايلين ان نيو فورم دوت يوزر اليوزر بتاع الفورم دي هتساوي ايه؟ عاوز اجيب اليوزر اللي عامل لوجن دلوقتي لان هو ده اليوزر اكيد اللي كاريت البوست. هم قايل الريكوست دوت يوزر هو لوحده هيجيب لك اليوزر وبعد كده هم قايل ان اهو مكان الفورم هم قايل النيو فورم دوت سيف. يبقى انا دلوقتي لو الفورم فاليد هاخد اوبجكت من الفورم بتاعي اسمه نيو فورم واروح اسيفه بس ما اكدش المعلومات في الداتا بيز وبعد كده اروح ابصله اليوزر بتاعه هو اليوزر الحالي اللي عامل لوجن وبعد كده سيف. طب تعالى ريفريش ضيف هنا كده سيف بوست. هل كده سيف؟ هنشوف اهو اهو سيف البوست اسمه تيست وتروح تلاقي تيست يعني سيف البوست. طب كويس جدا. طب بالنسبه بقى للصوره بتاعتنا هقول لك تعالى انا الفورم وتعالى نرجع الصوره كده ونرجع ريفريش نعمل تيست 2 نكتب تيست ونرفع صورة ونعمل سيف برضو ما اتعملتش. يبقى المشكلة في الصورة. تعال نشوف المشكلة في الصورة ليه. تعال نروح الأول للمودلز ونتأكد إن احنا كاتبين الصورة كويس. طب
طيب تعالى كده الكرييت، وتعالى نروح للفورم انك تايب، وتعالى كده نجرب تاني. نكتب اي دم داتا، برضه نفس المشكلة this field is required. طيب طب تعالى كده نحط له كوما ديفولت هتساوي بوست ايمج سلاش ديفولت دوت بي ان جي. تمام، وبعدين نعمل ميك ميجريشن ونعمل ميجريت، وتعالى هنا كده نفرش. نعمل سيف، مفروض كده انه سيف. تعالى نروح ليهم كلهم، ايوه تعمل له سيف اهو. طيب المشكله كانت في ايه؟ المشكله ان في بعض الاحيان لما بتيجي تتعامل مع الصور في الفورم بيحتاج انك تعمل له الانكريبشن. طيب نوع الانكريبشن لازم انت تقول اللي هي مالتي بارت فورم داتا عشان خاطر يرضى انه يرفع الصور. تمام، وكمان خلي في اغلب الاحيان تعمل صوره ديفولت. هتقول لي ليه صوره ديفولت؟ هقول لك في بعض الاحيان تخيل لو انت رفعت بوست من غير صوره وقتها ممكن يعمل لك مشكله في الجريد سيستم في الفرونت اند، هنشوفها بعدين لما نيجي نركب فرونت اند. فوقتها لو في صوره ديفولت هتظبط المساحات زي ما هي. طب انا عندي دلوقتي امكانيه ان انا اقدر اروح سلاش كرييت اقدر ان انا اضيف. طيب لو انا دلوقتي عاوز اضيف يو ار ال في الصفحه الاساسيه يمكنني ان اضيف اهو ايه اهو وان اي ده هيبقى يو ار ال صح؟ يو ار ال ده هيبقى البلاج نقطتين كريت. طب عرفتها منين؟ اليو ار ال الاساسي هو بلاج، اليو ار ال الفرعي اسمه كريت بوست. كريت بوست هو مين اهو؟ اد نيو بوست. نروح انا الصفحه الاساسيه نلاقي اد نيو بوست نضغط عليها وديني صفحه الكريت. تمام كده، تمام. لو انا دلوقتي عاوز اعدل بوست، عايز اما اضغط على بوست معين يبقى في امكانيه هنا ان انا الاقي زرار اديت، فلما اضغط عليه يبقى في امكانيه ان انا اعدله. دي ان شاء الله نشوفها الفيديو الجاي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.